أهلا بكم في نشرة الرياضية. تتواصل البطولات الرمضانية لكرة القدم في مختلف محافظات مملكة البحرين، حيث تكثر الدورات في شهر رمضان المبارك، إذ تقام في محافظة المحرق عدد من الدورات المختلفة التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف الأعمار، يحضر لمتابعتها عدد كبير من أهالي المنطقة، وذلك في جو عائلي جميل. وتعزز هذه البطولات التواصل بين أفراد المجتمع البحريني خلال شهر رمضان الكريم. قدرنا الحمد لله أن نجمع في شهر رمضان 100 لاعب من مختلف الأعمار، فريق 5 فرق للكبار و5 فرق للصغار، وسمينا الفرق باسم 10 من رجالات فريج ستيشن اللي توفى الله يرحمهم.